بأن وللأسف الشديد الآن كثير من الناس حتى ولو بغير قصد ربما نشر مقطعا أو نشر كلاما لمثل هذه الفواحش، ها ينشره، قد يكون هو من باب أو قصده التحذير، وهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن ينشر مثل هذه المقاطع أو مثل هذه مثل هذه الأمور المكتوبة أو المسموعة مثلا، لا يجوز للإنسان. لو رأيت بأم عينيك، رأيت بأم عينيك من يزني، وجب عليك ألا تفضحه، وإنما تنصحه وتعظه وتذكره وتزجره، لكن لا تنشر خبره، لا تنشر خبره. الآن الناس يتسابقون والعياذ بالله إلى نشر الصور، هذه نشر الصور، ينشر شخص صورة لواقعة معينة فيبدأ الناس يتناقلونها، يتناقلوا فتنتشر في أوساط الناس انتشار عجيب. هذا ليس من دين الإسلام، وكل شخص يدعي الغيرة أقول له هذه غيرة كاذبة، غيرة مغشوشة، غيرة على غير منهاج الله ولا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى حذر من إشاعة الفاحش، وأن من أحب إشاعة الفاحشة له العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والإنسان في هذه الدنيا محل الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاءات، عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم. ولذلك الإنسان قد يحتاج إلى أن يستره الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يتحقق لشخص ينشر الفضائح ويشيع الفاحشة ويتلذذ بهذا ويحب هذا ويفرح بنشر هذه الأمور. فواجب على المسلم أن يتفقه وأن يتعلم وأن يتعظ وأن يخاف من أن يبتلى بمثل هذا. هل لا سترته بثوبك؟ قاعدة هذه وأصل، اجعلها بين عينيك دائما. لا تفرح بخطأ، لا تفرح بفاحشة صدرت ولو من خصم لك أو عدو لك، لا تفرح بهذا. المؤمن يستر والمنافق يفضح ويعير. ثم إن إشاعة الفاحشة كما ذكرت، كما أنه مخالف للمنهج الشرعي، لا يليق بالمؤمن الصادق المتخلق بالأخلاق الحسنة، لأن الإنسان إذا تخلق بالأخلاق الحسنة سمت به وعلت به وارتفعت إلى دوحات الفضيلة، فهو لا يمكن أن يهبط إلى مثل هذه التصرفات حتى ولو مع خصومه، لا يفرح بهذا. لأن من الناس من يتشفى ويفرح إذا وقع خصم له في معصية أو في مصيبة أو شيء، ثم يبدأ ينشر ذلك ويذيع شيء. هذا ليس من أخلاق المسلم، هذه من أخلاق المنافقين عافانا الله وإياكم.